عليكم عبر قناتكم شوف تي في، مرحبا بكم. غادي نبداوها من جيدة المساء اللي كتبات: تحذير أسماك ملوثة بجثومة خطيرة تعبو ميناء الدار البيضاء. وفي تفاصيل الخبر كتكتب اللي كشفات معطيات موثوقة حصلت عليها جيدة المساء باللي شركتين تمكنوا من إدخال شاحنتين من الأسماك الملوثة بجثومة الليستيريا المسببة لما يعرف بداء الليستيريا عبر ميناء الدار البيضاء. هذه الجثومة كتهدد بالخصوص النساء الحوامل والأجنة. إيوا حضروا راسكم، تفاصيل كتير غادي تلقاوها في جيدة المساء. غادي ننتقلوا دابا مشاهدينا لجريدة أخبار اليوم اللي كتبت في الصفحة الأولى ديالها: دراسة مثيرة، المغرب تحول إلى سوق مفتوحة لتصدير واستيراد البشر. وفي تفاصيل الخبر كتقول: دراسة مثيرة وغير مسبوقة كشفها البارح وزير العدل والحريات مصطفى رميد عن الاتجاه بالبشر بالمغرب. الدراسة قالت باللي المغرب ولا مجال للأنشطة الشبكات منظمة للاتجاه في البشر كتعمد إلى شراء الضحايا ديالها بلدان ديالهم الأصلية الواقعة في أفريقيا، ومن بعد كتنقلهم المدن وشوارع المغرب وكترغمهم على التسول والدعارة ودفع مبالغ كبيرة. تفاصيل كتير غادي تلقاوها في جيدة أخبار اليوم. انتقلوا دابا مشاهدينا لجريدة الصباح اللي كتقول ايضا في الصفحة الاولى ديالها: محامي ضمن شبكة لتزوير شهادات تعدد الزوجات. وكتضيف كعنوان ثانوي: احكام بالادانة طالت وسيطا موظفا سابقا وكمين للدرك اوقع المتهمين. وفي التفاصيل كتقول: قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء مؤخرا بإدانة محامي بثلاث أشهر حبسا نافذة بعد ما تبين في التحقيقات أنه متورط تزوير شهادات الإذن بتعدد الزوجات اللي كان كيستند عليها قضاة محكمة الأسرة من أجل الحكم بالتعدد. تفاصيل كتير غادي تلقاوها في جريدة الصباح. غادي نختموا معكم مشاهدينا من يومية الأحداث المغربية اللي كتبت: العثور على بقايا حزام ناسف بحي الصفيحي. وفي تفاصيل الخبر كتقول باللي أفادت مصادر أن حالة من الاستنفاع عرفها حي درب مكناس بمنطقة العالية بالمحمدية، وتحديدا بالأرض المهجورة اللي كانت كتسمى شانطي الجموع صفيحي واللي تم هدم البارك ديالو في فترة قصيرة. عثر مقدم تما بالصدفة على بقايا حزام ناسف بين نباتات وركام الحجارة. تفاصيل كتير غادي تلقاوها في جريدة الأحداث المغربية. إذا مشاهدينا الكرام، من جريدة الأحداث المغربية كنوصلوا معكم لنهاية الجولة الصحفية. السلام عليكم. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في، ان سامبل كليك في هاد لو بوتون. وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.